السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد كريمي. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ يوسف النعيم على الدعم، بارك الله فيك. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع فيليبس 42 بوصة بلازما بمشكل فاصل تماما، لا يشتغل لا لمبة لا صوت ولا صورة. الآن سوف أقوم بفتح التلفاز وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، تابعوا معي. إذن كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل، وهو تلفاز بلازما. إذن بما أن التلفاز فاصل تماما لا لمبة لا صوت ولا صورة، أول شيء علينا فعله هو تفقد الباور سبلاي، علينا بقياس الفولتيات في الباور سبلاي، وأهم فولتية علينا التأكد منها هي فولتية ستاند باي، لأن مبدئيا التلفزيون يحتاج إلى فولتية ستاند باي لكي يشتغل، يعني تشتغل جميع مكونات التلفزيون. وكما تلاحظون هنا هذا الباور سبلاي عبارة عن هذا الترانسفورمات، هذا الترانسفورمر الصغير هو المسؤول عن فولتية ستاند باي، وهو لدائرة الانتظار، يعني ستاند باي. علينا بقياس الفولتية، هل يخرج فولتية وهل هي جيدة؟ إذن على بركة الله تابعوا. الآن سوف أقوم بتوصيل التلفزيون بالكهرباء. لاحظوا هذا الديود هنا، هذا الديود هي المسؤولة عن فولتية ستاند باي، وهي قيمتها 5 فولت. إذن سوف أقوم بالقياس مباشرة في هذا الديود. إذن سأوصل التلفاز بالكهرباء بسم الله. الآن ها هو موصول. نأخذ هذا الديود ونضع عليها الملتيمتر هكذا. إذن كما تلاحظون لا يوجد يعني فولتية ستاند باي غير موجودة. الآن سوف أزيل التلفاز من الكهرباء. سوف أقوم بقياس الفيوز. الفيوز كما تلاحظون هنا موجود فيوز، هذا خاص يعني بدائرة ستاند باي، وموجود فيوز آخر، هنا هو هذا هو أو فيوز آخر، وهذا هو الفيوز الرئيسي، وأيضا يوجد فيوز آخر. أين هو أين هو؟ ها هو ها هو. هذا الفيوز خاص بهذا الترانسفورمر هنا، هذا الباور سبلاي. هذا الباور سبلاي أصدقائي عبارة عن يعني لنقول 1 2 3 4 من الباور سبلاي. هذا المحول خاص بستاند باي، وهذا هو الفيوز الخاص به، وهذا الترانسفورمر وهذا الترانسفورمر وهذا الترانسفورمر، هذا هو الفيوز الخاص بهم. ويوجد هنا فيوز، هذا الفيوز هو الرئيسي لهذا الباور سبلاي بكاملها. إذن سوف أقوم بقياس تلك الفيوز، نتأكد منها. إذن سأحول الملتيمتر على وحدة قياس الديود والجرس لنبدأ بهذا الفيوز هنا. هو جيد، هذا جيد، الآخر إذن حتى هو جيد. الآن الخطوة التي سوف أقوم بها أصدقائي هي سوف أقوم بإزالة الباور سبلاي من مكانها وأقوم ببعض القياسات عليها، تابعوا. إذن أصدقائي كما تلاحظون هذه هي الباور سبلاي، سوف أشرح لكم شيء. كما تلاحظون هذا الباور سبلاي بهذا الاثنين من الرولي. مبدئيا أصدقائي عندما نقوم بتشغيل أو توصيل التلفزيون بالكهرباء، أول شيء يأخذ الكهرباء هو دائرة الانتظار. أما يعني يكون دائرة الانتظار يكون عليها فولتية في المكتف الرئيسي الخاص بها، هذا هو المكتف الخاص بها، وهذا الاثنان من المكتفات هما الخاصين بهذه المحولات الكبيرة. إذن مبدئيا دائرة ستاند باي هي التي تأخذ كهرباء، أما هذا الاثنان من المكتفات الخاصين بها الترانسفورمات لا تكون عليهم فولتية، لأن دائرة ستاند باي يتغذى عليها يعني 5 فولت تخرجها دائرة ستاند باي، تدخل إلى الكنترول. عندما نقوم بالضغط على زر التشغيل، الكنترول يعطي إشارة لهذه الروليات، يعني تشتغل الروليات، ومن ثم يعني تدخل كهرباء أو فولتية لهذه المكتفات الكبيرة، وبالتالي تشتغل هذه الفولتيات المسؤول عنها هذه المحولات.
الفولتية التي تغذي هاد القطعتين، هاد القطعة زد وهاد القطعة الإجري، وباقي عناصر التلفزيون كأي سي الصوت وإلى آخره والتيكون وإلى آخره. إذا أصدقائي نستنتج بأن دائرة ستاند باي هي المحرك الرئيسي للتلفزيون ككل، لولا دائرة ستاند باي لما اشتغل التلفاز ولما اشتغلت هذا الباور سبلاي، بحيث لن تكون هنا فولتية. يعني كما شرحت دائرة ستاند باي هي التي يعني تغذي تحرك حتى هذه الروليات يعني لكي تشتغل باقي عناصر الباور سبلاي. إذا أصدقائي الآن سوف أقوم بتوصيل هذا الباور سبلاي بالكهرباء، وأقوم يعني ببعض القياسات، سوف أقوم بالقياس مباشرة في مكتف الرئيسي لدائرة ستاند باي لأرى هل به فولتية أم لا. مبدئيا سوف أقوم بتلحيم سلك هنا يعني لتوصيل الكهرباء. فهنا مدخل التيار يعني الكهربائي الرئيسي، جيد. إذن الآن سوف أوصل الباور سبلاي بالكهرباء. بسم الله، سوف أخذ الملتيمتر. إذن سوف أتجه مباشرة إلى المكتف الرئيسي الخاص بدائرة ستاند باي. إذن هذا هو، وضع السالب مع السالب والموجب مع الموجب. إذن كما تلاحظون الفولتية الموجودة هنا يعني حوالي تقريبا 100 فولت، ولاحظوا حتى أنها غير مستقرة نوعا ما، المفروض أن تكون هنا أكثر يعني من هذا الفولتية كما تلاحظون، يعني هنا يعني حوالي 100 فولت. الآن سوف أقوم بفصل التلفاز عن الكهرباء، وسوف أشرح لكم يعني شيء أصدقائي. هاد دائرة الانتظار ستاند باي سوف أريكم يعني من أين يعني تأخذ الكهرباء، يعني الكهرباء تأخذها يعني بطبيعة الحال من هنا يعني من التيار الكهربائي المنزلي، ولكن سوف نرى المراحل التي يمر بها يعني الكهرباء المنزلية حتى يعني تصل هذا الفولتية إلى حتى يصل الجهد أو التيار إلى دائرة الانتظار دائرة ستاند باي. إذن كما تلاحظون هنا، ركزوا معي أصدقائي، فهذا الباور سبلاي معقد نوعا ما. إذن هذا هو الموجب للمكتف الرئيسي، كما تلاحظون هنا فيوز، هذا هو الفيوز الذي قمنا بقياسه في الأول، لاحظوا فيوز، لاحظوا هنا جامبر، هنا ديودات، هاد الديودات مركبين، هنا ثلاث ديودات مركبين على التوالي، لاحظوا ديودة واحدة، الثانية، الثالثة، لاحظوا بماذا متصلة، متصلة هنا. سوف أحول إلى وحدة قياس الجرس والديود. إذن كما قلنا الديود هنا، لاحظوا متصلة مع هذا، مع هاد النقطة هنا، هاد النقطة هنا إذا تتبعناها أصدقائي، إذا تبعنا هاد النقطة، ها هي هذا المسار، ها هو. إذن هذا هو مدخل التيار الكهربائي المنزلي آسي المتردد. إذن الآن عرفنا الموجب للمكتفة من أين يأتي، هاد الديودات، ثلاث ديودات متصلين مع هذا المسار الذي بدوره متصل مع ماذا؟ متصل مع الكهرباء المنزلية. الآن سوف نأخذ السالب، السالب المكتفة، هذا السالب المكتفة سوف نقوم بتتبعه. لاحظوا ها هو هنا موجود جامبر، لاحظوا إذن هذا هو المسار، لاحظوا متصل مع سالب
المكثف الرئيسي لهذا، يعني المكثفات الكبيرة. نلاحظوا الأرضي فهو متصل مباشرة مع أرضي هذا المكثف لستاند باي، لاحظوا. أما الموجب لاحظوا يمر هنا عبر هذا الفيوز، ولاحظوا هنا جامبر، وهنا ديودات مركبين على التوالي ومتصلين مع التيار المتردد. إذا أصدقائي، مع العلم أن المكثف الرئيسي عندما نقوم يعني بتوصيل الباور سبلاي بالكهرباء، سوف أوصلها الآن. ركزوا معي أصدقائي، أنا مسبقا أعرف مشكل هذا المشكل، أعرفه مسبقا ولقد جاءني في المحل عديد المرات، وهو مشكل خبيث أصدقائي. أنا الآن أدخل معكم في هذه التفاصيل لكي تفهموا الباور سبلاي مبدئيا، وإن واجهتكم يعني باور سبلاي لتلفزيون بلازما تكون لها نفس هذا المبدأ لهذا الباور سبلاي، بالرغم من يكون يعني اختلاف في الشكل، المهم تكون نفس المبدأ، تكون عندكم فكرة على مثل هذا الباور سبلاي. أنا أعرف المشكل مسبقا، ولهذا لن أدخل مباشرة في حل المشكل كما يفعل البعض. أنا أقوم ب يعني لكي تستوعب، لكي تفهم. الآن التلفاز الباور سبلاي موصولة بالكهرباء، عندما نقوم بالقياس هنا لاحظوا يعني حوالي 100 فولت، ها هي 100 فولت، يعني تسقط غير مستقرة، غير مستقرة. إذن عندما نأتي إلى هذه المكثفات هنا لن نجد أي فولت، أي فولت هنا غير موجود. لاحظوا هذه بالملي فولت أصدقائي، ليست انظروا، حتى أنني سوف أقوم بعمل شورت هكذا الآن والكهرباء موصولة، وبالتالي لن يحدث شيء. لاحظوا لن يحدث شيء، لماذا؟ لأن هذه المكثفات لن تصلهم فولتية حتى تكون فولتية ستاند باي موجودة ويشتغل الرولي، وبالتالي تكون هنا فولتية. إذا في هذه الحالة قد تتساءلون وتقولون يعني لما الفولتية هنا ضعيفة، موجودة فقط حوالي 100 فولت، لأن في باقي الباور سبلاي الأخرى تكون يعني 280 فولت. هذا في الوضع العادي، في الوضع الطبيعي، لأن تكون يعني يكون التيار يعني مدخل التيار المنزلي المتردد يعني يدخل إلى ما يسمى بالبريدج دايود، والبريدج دايود يحول ذلك التيار المتردد إلى يعني مستمر، ويدخل إلى المكثف الرئيسي للباور سبلاي، بحيث يعني عندما نقوم بالقياس تجدون 280 فولت. أما هذا فتجدون فموجود هنا فقط 100 فولت، وصراحة هي 100 فولت هي غير كافية لتشغيل دائرة الانتظار ستاند باي. ولكن يا أصدقائي، عليكم بمعرفة شيء، عليكم بمعرفة بأن هذا الباور، هاد دائرة الستاند باي أو دائرة الانتظار يعني مبدئيا تشتغل بفولتية تكون غير يعني ليست 100 كباقي الدوائر الستاند باي للتلفزيونات الأخرى تكون 280 فولت. هاد دائرة الستاند باي تشتغل بفولتية أقل من 280 فولت، هذه مبدئيا كبداية. عندما يعني تدخل هنا يعني كما قلت ليست فولتية 280 فولت، تشتغل هذا الستاند باي الفولتية ستاند باي، ومن ثم يشتغل الرولي. لاحظوا الرولي هنا جاء متصل مع ماذا؟ مع هذا البريدج دايود، هنا بريدج دايود، هذا البريدج دايود خاص بهذا الباور، بهذا المكثفات الكبيرة. إذا تكون ستاند فولتية ستاند باي، هذا الرولي يشتغل، وبالتالي يكون في هذا البريدج دايود يكون موصول، عندما يشتغل الرولي يكون موصول بالتيار يعني المتردد المنزلي، ويتحول الى الدي سي ويدخل الى هذه المكثفات. وعندما يدخل الى هذه المكثفات لاحظوا اصدقائي وركزوا معي، تكون هنا
يعني الفولتية في هذا المكتف الرئيسي. وأيضا لاحظوا هنا موجود هذا موجود فيوز، لاحظوا هنا موجود فيوز. إذا لاحظوا هذا المسار، هنا دايود وهنا فيوز، هذا الفيوز هو لدائرة ستاند باي. إذا أصدقائي هذه دائرة ستاند باي تحتاج إلى فولتية تكون ضعيفة، ليست 280 فولت ويشتغل الرولي، وتكون هنا فولتية 280 فولت، وبالتالي تدخل هنا 280 فولت، وترفع هذه 280 فولت إلى 400 فولت، لأن هذه تلفاز بلازما تكون هنا 400 فولت. أفهمتم أصدقائي؟ استوعبتم؟ إذا مبدئيا ستاند باي تشتغل بفولتية، دائرة ستاند باي تشتغل ليست ب 280 فولت، تكون فولتية ضعيفة وتشتغل 5 فولت، 5 فولت تعزز هذا الرولي، يشتغل هذا الرولي، وعندما يشتغل هذا الرولي يكون هنا تيار يعني المنزلي المتردد، ويتحول إلى تيار مستمر دي سي، يدخل إلى هذه المكتفات، هذه المكتفات عندما تدخل لها فولتية 280، لنقول 280 فولت، هي تكون أكثر لأن تلفزيون بلازما ويوجد هنا دائرة الرفع. المهم لاحظوا موجب المكتفة فيوز متصل مباشرة مع ماذا؟ متصل مع هذا الدايود، هذا هو هذا دايود، ومتصل مع هذا الفيوز، بحيث تكون الفولتية التي تكون في المكتف الرئيسي هي التي تكون هنا، ويشتغل التلفزيون عادي. إذا الآن نأتي إلى مشكل هذا التلفاز أصدقائي، نأتي إلى مشكل هذا التلفاز الذي حير العديد من التقنيين. مشكل هذا التلفاز أصدقائي من المكتف، هذا المكتف الخاص بدائرة ستاند باي. الآن سوف أقوم بإزالته من مكانه وسوف أريكم، وركزوا معي أصدقائي، ركزوا معي أصدقائي، فأنا أعطيكم الجديد والحصري. هذا المشكل كما قلت لقد يعني حير العديد من التقنيين، وكان يأتيني بكثرة، وهو مشكل شائع في هذا النوع من الباور سوبلاي. فهذا النوع من الباور سوبلاي تكون في تلفزيونات سامسونج البلازما، وأيضا حتى كما رأيتم في هذا التلفزيون فيليبس. إذا هذا هو المكتف الرئيسي الخاص بدائرة ستاند باي، 450 فولت، 22 مايكرو فاراد. لاحظوا يا أصدقائي مكتف يظهر نظيف جيد، لا مشكلة فيه، لاحظوا ليس به انتفاخ ولا شيء. ولاحظوا عندما أقوم بقياسه سوف أضعه على وحدة المكتفات، لاحظوا يا أصدقائي، إذن لاحظوا لا يوجد ولا شيء، يعني صفر مايكرو فاراد أو حتى واحد نانو فاراد غير موجودة. لاحظوا المكتف ميت، ميت جدا. إذن سوف أخذ مكتف آخر وأقوم يعني بالمقارنة. لاحظوا هذا المكتف، هذا قيمته 450 فولت، 47 مايكرو فاراد. لاحظوا 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 أعطاني في الملتيمتر 43، يعني حوالي 44 مايكرو فاراد. رأيتم أصدقائي؟ لاحظوا هذا، لاحظوا هذا، هذا ميت، لاحظوا ليس به شيء، حتى واحد نانو فاراد غير موجودة. أما هذا الآن الملتيمتر بدأت بالقراءة، لاحظوا 45، 44 مايكرو فاراد. أما هذا لاحظوا ميت هذا المكتف. الآن سوف أقوم بتركيبه، سوف نضع هذا على جهة،
وسوف أقوم بتركيب هذا المكتف. سوف أقوم بتركيبه هنا من الفوق حتى أجرب لكم وتستوعبوا الموضوع جيدا. سوف أقوم بتركيبه على هذا الشكل. كما قلت هذا مشكل شائع، وأكيد أكيد من التقنيين الذين يتابعونني سوف يمر عليهم مثل هذا المشكل، أو مر عليهم هذا المشكل. الآن ركبنا المكتفة، سوف أوصل الكهرباء. اسمعوا أصدقائي، بسم الله، ها أسمعتم صوت الرولي؟ سوف أزيل الكهرباء. اسمعوا، سوف أوصل الكهرباء مجددا. اسمعوا صوت الرولي، ها إذن الرولي لقد اشتغل. الآن نأتي إلى هذا المكتف الرئيسي هنا، هذا الموجب، لا هذا السالب، سوف نضع السالب مع السالب. لاحظوا كم من الفولت هنا، لاحظوا 376 فولت، لاحظوا 376 فولت. الآن لنكتشف الخارج في دائرة ستاند باي. إذن كما تلاحظون ها هي، أعتذر، ها هي يعني 5 فولت، ها هي جيدة مستقرة بشكل جيد. وهنا في المكتف الرئيسي ستاند باي لاحظوا 377 فولت. سوف أزيل الكهرباء الآن، لاحظوا سوف أقوم بإزالة هذا المكتف. الآن سوف أقوم بوضع هذا المكتف التالف، لاحظوا معي أصدقائي، الآن سوف أقوم بتوصيل الكهرباء. بسم الله، سمعتم لا يوجد صوت الرولي. عندما نقوم بالقياس هنا الفولت، لاحظوا يعني 99 فولت، يعني حوالي 100 فولت وغير مستقرة، لاحظوا يعني تصعد وتنزل، لاحظوا 98 95، لاحظوا أفهمتم الموضوع أصدقائي؟ الآن سوف أقوم بفصل الكهرباء وسوف أزيل هذا المكتفة. سوف أركب المكتف الآخر، هذه المرة سوف أركبه في مكانه الصحيح. البعض يعتقد سوف يظهر له بأن هذا المشكل مشكل سهل، ولكن يا صديقي إن واجهك هذا المشكل أول مرة صدقني أنه سوف يحيرك، سوف يحيرك يا صديقي هذا المشكل. إذن الآن سوف أوصل الكهرباء. بسم الله، سمعتم صوت الرولي تك تك. الآن سوف أقوم بقياس الفولتيات، هذا لاحظ 377 فولت. الآن أصدقائي سوف أقوم بتركيب هذا الباور سوبلاي في التلفزيون ونجربها. إذا أصدقائي المكتفات دورها هو تكتيف الفولت، تكتيف الفولت وتنعيمه. عندما تلف هذا المكتف أصبح الفولت غير مكتف هنا، ضعيف،
هاد المئة فولت يعني غير كافية لتشغيل باور يعني هاد الدائرة ستاند باي. ولهذا نجد بأن الفولتية ضعيفة هنا ولا يوجد خرج يعني 5 فولت لا تخرج، وبالتالي طبيعي لن تشتغل الباور سبلاي، لأن كما قلت باور سبلاي بها روليات، وهذه الروليات كما شرحت أصدقائي. الآن سوف أقوم سوف أطفئ التلفزيون الآن سوف أقوم يعني بتركيب هذا الباور سبلاي في مكانها. سوف أزيل هذا الأسلاك الخاصين بالكهرباء، ولن أقوم بمونتاج ولا شيء، لن أقطع هذا الفيديو، لن أقوم يعني بقطعه. سوف أركب الباور سبلاي الآن مباشرة. إذن باور سبلاي ثقيلة، والله هذا المشكل كان يأتيني أصدقائي في المحل بكثرة، ودائما يأتيني الزبون بالتلفاز ويقول لي لقد تعبت من هذا التلفاز، لقد مر به أكثر من تقني وبدون جدوى بدون فائدة. حتى أنا صراحة في أول مرة أتاني هذا العطل حيرني أصدقائي، حيرني، لأن المكتفة يعني لا يظهر بها لا انتفاخ ولا شيء، تظهر يعني تظهر عادية، تظهر لا مشكلة فيها، ولكنها بها خلل أصدقائي. وهذا العطل يعطيكم فكرة يعني على المكتفات، حتى وإن لم تكن منتفخة، حتى وإن كانت جديدة قد تكون يعني بها خلل. وأيضا صاحب هذا التلفاز قال لي بأنه اشتغل فيه شخص آخر، وقال له عليك بتبديل الباور سبلاي بأكملها. وفعلا صاحب التلفاز ذهب يبحث عن الباور سبلاي، وجدها عند شخص وقال له 1000 درهم، أي ما يعادل 100 دولار للباور سبلاي، بينما هي بها مشكل بسيط. إذن هما الآن جميع الكوابل ركبت في مكانها. الآن سوف أمرر أو أوصل الكهرباء. هذا هو، سوف أركب هذا هنا الخاص بالكهرباء، وعلى بركة الله الآن هذا هو سوف أوصله. بسم الله، سمعتم صوت الرولي، ننتظر قليلا. التلفاز الآن مشتعل. تعال هنا، أيوا تعال. إذن سوف أضغط على زر الميني مثلا. إذن ها هو التلفاز مشتغل. جيد، إذن أصدقائي كما رأيتم الآن التلفاز فهو الآن شغال بشكل جيد. وسبب المشكل كان فقط في هذه المكتفة المسؤولة يعني عن دائرة ستاند باي. أين هي المكتفة القديمة؟ أين وضعها هي؟ إذن كما تلاحظون أصدقائي المكتفة لا يظهر بها شيء، تظهر عادية جدا، لاحظوا لا انتفاخ ولا شيء، لاحظوا. الآن أصدقائي نأتي إلى نهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يفيدكم ويعجبكم، وآسف على الإطالة.
أعلم بأن هذا الفيديو بالرغم من أن العطل بسيط سوف يكون الفيديو طويل، والبعض قد يعلق ويقول لقد استغرقت هذا الوقت وعملت فيديو أكثر من 20 دقيقة أو شيء على مكتف، يعني سبب بسيط. ولكن يا أصدقائي، هذا المشكل صدقوني بأنه مشكل خبيث، لو واجه أي تقني لأول مرة سوف يحيره، صدقوني. إذا أصدقائي، نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى الفيديو المقبل، مع السلامة.